أخي. السلام عليكم. وعليكم السلام. صباح تركنا ما في شيء، شو صار له؟ السلام عليكم. وعليكم السلام طاهر. طالع كأنه الصبح خبرتك أنه اليوم آخر يوم للمناقصة ولازم المصاري تنام. يعني كتير حابب تضلك مديون لفيدات الوصيخ؟ لك طاهر، الصبح شو كنت عمول؟ إذا روحنا المناقصة لجميل الزفت ما رح يبالنا مكان نسحب منه رمل، ولك المراكب اللي أخدناهن وين بدنا نشتغل فيهم؟ طيب براحتك، خلص اعمل اللي بدك إياه، موضوع فيدات رح حله بغير أسلوب. قول شو بتقصد؟ هالحقير رافع دعوة وصاية ورح ياخد ييت من نفس، عم بيقول بالدعوة انه نفس مجنونة. شو هالزلمة، استغفر. معقول متهم نفس بهالشي؟ نفس بتوزع عقل على الكل، حتى هالمرة ما رح تزبط معه. ما بنعرف اخي، انا ما بستنى الحظ ابدا. الطريقة الوحيدة لأضمن انه ما ياخد ييت لازم اثبت انه قاتل قدام المحكمة. لك طاهر، ما صدقت رجعنا تصالحنا بلا ما نتخانق مرة تانية، والاعتراف اترك لي اياه لانه انا اخذته ضمانة على حياتك. ليك أخي، ما تغلط هيك غلطة، وهات الاعتراف ببوس إيدك، وإلا باخده بالزور وهيك رح نزعل من بعض. أنت؟ بالزور حتى أخده مني أنا؟ إيه. وقف، ما تمحيه. اسمعني مصطفى، أصحك أخي، شو تمحيه؟ عيرة، ليش عملت هيك؟ لك أخي شو اللي عملته؟ لا إلك ولا إلي، محيتهم بسط. طاهر، أنا احتفظت فيه ضماني لروحك، ما بسلمك هاي الضمانة يا سبع. يلا ورجيني كيف بدك تاخده. بعرف انه في نسخ تانية. ايه في نسخ، رح اوص حالي اذا ما بتعطيني واحدة من النسخ. طول بالك طاهر. ولك استغفرك يا رب. على شو عم تتطلعوا اخي؟ ايه طيب انت ليش ما عطيته الاعتراف؟ ولك اخي، مفكر إذا فيدات رفع دعوة وصاية المحكمة لازم تقله فوراً خدوه؟ أنا ما بتوقع يربح الدعوة، هو واحد مريض نفسي كان يضرب نفس، المحكمة ما بتقبل. قول الحكي لطاهر، بده يجن مثل العادة. أنت وياه ما في خواص منكن. ليش نحن بشغلتنا مثلاً؟ ولك شغلنا هلأ واقف يا عيني، أنت وياه راكدين علت، بتوقفوا على رأس العمال لبين ما أجي. يلا تحركوا مصطفى. نعم. برأيي انسى المناقصة، الشيكات اللي مع فيدات أهم هلأ. شوف، ما بدي تخاف من شي، طول ما أنا عايش معكم الشغل تبعنا وبيتنا وإنتوا ما بيصير عليكم شي. يلا روحوا لعند العمال، ساعة وبيجوا الجماعة بيسحبوا الرمل. بأمان الله. بعد ساعة؟ طيب ايه؟ ولا يهمك. اشتركوا بالقناة لمشاهدة جميع الحلقات، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس.